أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأصايل. تمضي بنا الأيام سريعا في هذا الموسم الجديد، وتشتد المنافسة يوما بعد يوم في سباقات الهجن العربية الأصيلة، خاصة في تحفة الميادين بالمرموم نبض الأصايل وملاذها الساحر. فاليوم انتهى مشوار ثالث جولات التحدي بين كبار الأصايل بشعارات مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ، وقبل ذلك كان الميدان الذكي شاهدا وصاخبا بسباقات هجن الجماعة التي بدأت رحلتها في مستهل هذا الأسبوع. وكما عودناكم سننقل لكم جميع التفاصيل بهذه المنافسات المميزة على طاولة الأصايل. أهلا وسهلا بكم. في هذا المساء الجميل بالمرموم أرض الطبيعة والتراث والأصالة نلتقي مجددا مشاهدينا لننقل لكم واحدة من أجمل فصول التحدي لهذا الأسبوع في سباقات الكبار للثنايا والحول والزمول. لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام في الاستديو. أبدأ مع أبو سلطان سهيل سلطان بن غراب، مساك الله بالخير والسرور. أنا مسي عليك وعلى أخوان حمد بن الضبيب ومعرض بن سعيد ومتابعين قناة دبي ريسينج، أقول لهم أسعد الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. بس يكون إن شاء الله الجديد عندنا في المراكيض والتيمات والتوقيتات إن شاء الله طيبة، والركض طيب اللي يريحكم ويريح المتابعين والمشاهدين. صحيح صحيح. أيضا أبو فزاع حمد بن ضبيب الشامسي، مساك الله بالخير والسرور. الله يمسيك بالخير يا أبو تميم، أمسي عليك وعلى أبو سلطان وعلى أبو مبارك وكل متابعينا متابعين قناة دبي ريسينج، واللي مهتمين صراحة ببرنامج الأصايل ومتابعة ما دارت من أحداث ومنافسة في هذا الأسبوع الثالث من سن الكبار. أهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله أن نقدم لهم كل ما هو يعني ينفعهم وطيب لهم. نعم. معضد سعيد المهيري أبو مبارك، مساك الله بالخير والسرور. الله يمسيك بالخير والسرور يا أخوي أبو تميم، ومسي على أخواني المحلين وعلى مشاهدين قناة دبي ريسينج وعلى برنامج الأصايل. إن شاء الله أن نوافيهم الأسبوع هذا بالركض الطيب الاستوى، ونشرح لهم كل ما دار في ميدان المرموم. نعم. كل ذلك أكيد راح يكون معكم وهنا على طاولة الحوار في برنامج الأصايل مشاهدينا. أما الآن نقلع معكم مشاهدينا إلى تحدي الكبار بين هجن أصحاب السمو الشيوخ في أشواط سن الثنايا والحول والزمول التي شهدها ميدان المرموم على مدار يومين بواقع 28 شوطا لمسافة 6 كيلومترات. نتابع أبرز الأشواط عبر هذا التقرير. رسمت هجن أصحاب السمو الشيوخ لوحة فريدة من نوعها في تحدي الكبار بعد أن فرضت حضورها المميز عبر 28 شوطا احتضنها ميدان الأبطال في المرموم بواقع 14 شوطا لسن الثنايا ومثلها لسن الحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات بمشاركة نخبة الشعارات الكبرى في عالم الأصايل الساحر. في أول تحديات الكبار لشعارات المؤسسات تألقت هجن زعبيل في منافسات الثنايا بعد تألقها في المشهد الافتتاحي بقيادة المضمر راشد بن محمد بن مروشد، والذي قدم في الشوط الأول الشاهينية صاحبة التوقيت الأفضل بعد عرضها الرائع الذي قادها إلى نيل الصدارة بكل قوة وجسارة،
لتودع الجميع بعد اعتلاء القمة وحيدة وبعيدة عن أنظار المنافسين، لتكسب الناموس الثمين والتيم المميز بزمن بلغ 9:32 و9 من الثانية. الشاهينية ها هي حجن زعبيل كما عودتنا نحن، عودت المشاهدين، عودت جماهيرها، عودت محبينها، عودت ملكة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وأيضا المضمر المتألق راشد بن محمد بن مروجد. صباح الخير يا أبو محمد على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه حجن زعبيل. سلام يا حجن زعبيل، صباح الخير يا هل زعبيل، تهانينا والناموس. وواصلت هجن زعبيل التألق في الشوط الثاني بعد أن حلق شاهين بصدارة الجعدان تحت قيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد، حيث استطاع شاهين أن يحسم المعركة مبكراً بأداء مميز قاده إلى السيطرة على المركز الأول والانفراد بالصدارة، ليضيف بهذا العرض الاستثنائي النقطة الذهبية الثانية لشعار هجن زعبيل ويسجل توقيتاً بلغ 9:37 بالتمام والكمال. سلام لزعبيل، سلام بهذا الأداء المتميز، تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني للمتألق راشد بن محمد بن روشد، ولحظات الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافس. أما في ثاني أيام المنافسات الكبيرة بين هجن أصحاب السمو الشيوخ، فتألقت هجن الرئاسة في مجمل أشواط التحدي لهذا اليوم بعد بدايتها القوية بقيادة هملولة مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد، وأثبتت هملولة بأنها رقما صعبا منذ انطلاقة السباق بعد أن قامت راس وأنهت الشوط راس، لتحقق بهذا الأداء الاستثنائي والعرض المميز أفضل توقيت بواقع 9:19 و9 من الثانية. ولكن هملولة، هملولة اللحظات الأخيرة، هملولة تهدي جماهير هجن الرئاسة هذا الفوز والانتصار، تهديهم هذا الحب الكبير من أرضية ميدان المرموم. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الانتصار المميز والجميل الدائم في كل مكان. وفي تحدي الزمول الأول بين هجن المؤسسات العملاقة، جاءت هجن زعبيل لتواصل التألق لليوم الثاني على التوالي من خلال شاهين الذي اتجهت بوصلته نحو خط المجد والناموس مبكرا بعد هيمنته على المركز الأول بقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد، وليؤكد شاهين تفوقه على نخبة الزمول بعد أن تربع على عرش الصدارة بكل جدارة وبأداء بطولي قاده إلى معانقة القمة لزمن بلغ 9:33:06 من الثانية. مع الأصايل ومع هذا الشعار راشد بن محمد بن مروشد، ها هو شاهين يخطف أول أشواط الزمول مهدي الناموس هذا الشوط إلى جماهير، إلى محبين زعبيل وإلى بوسعيد. السلام، تهانينا والناموس. مثل ما شفنا مشاهدينا هجن الرئاسة وهجن زعبيل يعني تبدعان يمكن في رسم لوحة تحدي الكبار. تهانينا والناموس لجميع المؤسسات الفائزة في هذا اليوم. والآن يمكن نبدأ الحديث للشاهينية لهجن زعبيل الحائزة على المركز الأول والتوقيت أيضا أفضل في أشواط الثنائية بقيادة المتألق راشد محمد مروشد. يعني يمكن شفنا هذا الانتصار بالنسبة للشاهينية وهجن زعبيل المتألق، يمكن هذا الشعار وهذا المؤسسة الكبيرة هذه اللي متألقة يمكن من خلال بداية هذا الموسم. هن اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان على فوز هجن زعبيل، ولهب قريب عليه، وهن المضمر راهد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هجن زعبيل هيمنت على الأشواط الأولية بالنسبة للبكار والجعدان، نعم، بفارق وتوقيت وأداء طيب،
كذلك لا ننسى الهجن المشارف، هجن الرياسه، هجن العاصفه، شارك لكن الاشواط الاوليه خذت هجن زعبيل. نعم نعم العائده الملكيه ترس من الشيخ حمدان بن بن مجتوم بن حمدان، وشفنا ما شاء الله ركض طيب واداء طيب، وهاي الشاب بون السبق يعني من 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 دخلت في من دخلت هاي المؤسسه دخلت بسبق ودخلت منافسه على رموز، يدخلون مطيه ما شاء الله وتاخذ لها رمز رغم الهجن اللي مشاركه وياها ورغم المؤسسات اللي مشاركون، لكن ما شاء الله عندهم بوش طيبات، وعندهم كذلك لا ننسى بعد المضمر والركض كل اللي شفناه شاهدناه سواء من هجن الرياسة أو هجن العاصفة أو هجن طال عمرك مؤسسة هجن زعبيل. نعم شفنا أداء طيب سواء في الثنايا وسواء في الكبار، ومبشركم من موسم طيب السنة إن شاء الله، رغم أن بعد الهجن ما اكتملت كلها صحيح المشاركة، ولا المؤسسات كلها دخلت بكل ما عندها، يعني بعد بعض المؤسسات بعدها محتفظة سبق أقوى بعد عن هذه. لا نعم صحيح، لكن طال عمرك هذا تقول تجارب وإعداد للأيام الجاية. نعم لما تدخل المؤسسات كلها ذيك الساعة تقدر تميز المطية وتميز السبوق، المؤسسات بعدها ما حضرت، مؤسسة الرياسة ما حضرت بقوتك إلا العاصفة، ما حضرت بقوتك إلا الشحانية، ما حضرت بقوتك إلا كذلك هجن زعبيل، ما حضرت عندها هجن قوية، لكن هذا مثل ما تقول النتيجة اللي نشوفها تبشر بخير. نعم. أن المؤسسات عندها إن شاء الله هجن طيبة، لكن ما شاء الله أنا أشوف هجن زعبيل بدي هداء طيب الله يبارك فيها وهني راعيها اللي هو مكتوم بن حمدان، ومبارك له المضمر راشد بن محمد بن مروشد، شفنا ما شاء الله هداء طيب وبركة طيب وتوقيتات ما شاء الله كل عندما يركض انت تتم من التوقيتات الافضل التوقيتات. نعم رغم ان ما شاء الله اليوم بعد ناقه عند الرياسه سجلت افضل توقيت بالنسبه للحول. نعم صحيح. نعم 19 هذا التوقيت بعد بالنسبه للبوش قوي رغم البوش المشاركات عندها، لكنها الناقه استطاعت بركض وبهذه المؤسسه معروفه مؤسسه يعني الرياسه مهما تكلمنا عنها يعني ما نوصل حقها يعني صحيح. سواء في الدولة أو خارج الدولة مؤسسة قوية عندها استعداد بسبق كبيرة مضمرة معروفين مشهورين سواء في الدولة أو خارج الدولة، فكنا حن هذه تجارب مثل تجارب موسمية. نعم. بداية الموسم وإعداد للأيام الجاية لأن الجاي أفضل صحيح، وهذا اللي شفناه يمكن صحيح. تنوع المؤسسات يعني أقصد النتائج اللي صارت يمكن في خاصة في سن الثنايا تنوعت الشعارات فيها أو المؤسسات، يمكن شفنا هجن زعبيل تميز فيها، هجن الرئاسة شفنا، أيضا هجن الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، أيضا هجن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نشوف أيضا هجن الشيخ محمد أيضا بن بطي، يعني هني أنت تتكلم ما شاء الله في الميدان في أسماء كثيرة موجودة من خلال الحين نحن إذا تكلمنا يعني عن جميع الشعارات نحن نشوف التألق موجود. نعم. في كل الشعارات والمستويات اللي كانت منتظرة من 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 شعار الرياسة موجود. شو يسمونه المدرب الإنجليزي يسمونه كوتش، الكوتش يعني المدرب الحين هذا الكوتش هذا يوم تعطيه حلال زين، والكوتش هذا يكون عنده يعني رغبة بالانتصار وأنه يقدم شيء زين، تأكد تأكيد تام أنه شعار هذا دائما مبدع، لكن لما يأكل على قولتهم الكوتش الكوتش الصحيح صحيح ويكون يعني خطة عمل صحيحة أكيد أنه بيتفوق على الجميع. نعم خاصة دام عندك الحلال موجود، يعني هذا الحلال مشروع المؤسسات موجود، لكن إحنا ما ننظر من البداية، لكن إذا نظرنا من البداية أن استمرارية التألق وارتفاع المستوى عند هذا المضمر في هذه المؤسسة أكيد نحب نشوف عمل جبار. نعم. نحن نشوف اليوم الجهود اللي موجودة من الناس اللي تتابع الحلال، يعني ناس يتابعون حلال مش واحد، ذرة شفت الذرة مثل النمل. يعني هاي خلية نحل كبيرة تشتغل من أجل أنها تظهر في الشعار بصورة طيبة. نعم. فنحن يعني شفنا ما شاء الله شعار رئاسة في الـ في الـ في الثنايا حقق تقريبا 7 نقاط، فأمس في الـ في الـ في الـ في الحول اليوم حقق 12 نقطة، هذا دليل على أن نحن التفوق يعني يبدأ من اليوم، مرحلة العمل الجدي تبدأ تراها من القيض، من القيض ما بتقول والله أنا في نص الموسم ببدأ للركض، لا لا دائما تبدأ في المقيض، إذا نجح عندك المقيض وعندك الحلال الطيب اللي أنت تستثمره في هذه المجموعة اليوم لازم نطلع لك نوعية نادرة وحدة، الجماعة يبون لهم نوعية سيف في الحول، في الثنايا يبون لهم وحدة راعية كاس،
ما انت ما تصنعها لكنها موجوده. نعم صحيح. تحاول انك تحصلها. فاليوم نحن نقول المدرب بن مروشد يعني كان قد المسؤوليه وان شاء الله انه ظهوره مميز بغض النظر عن كل الشعارات المشاركه. مشاركين تفوقوا فازوا وانجزوا، لكن نحن نعرف ان المؤسسات الاخرى عندها يعني حلال قليل، لكن مشاركتهم في الركض رؤوس اقلام ووصلت وصلت في الركض وسجلت نقاط، فهذا نعم. دليل على ان تواجدهم مشرف. نعم بمبارك تميز طبعا هذا اللي نشوفه دائما تميز هجن الرئاسه في ان كان في الثنايا او في الحول، ما شاء الله تميزون. خلينا نقول نحن في البدايه نحب ان نومس لجميع المؤسسات ونشكرهم على هذا الظهور الطيب المفرح اللي يبشر محبين أهل الهجن كافة، اللي كلن بيرشح شعار، بس أنت اللي يعني اليوم اللي شفناه من مروشد وأخوه يعني مهما قال أبو هزاع قال شو يبتسم أنت المدرب، أنا ما أقدر أجيب اسمه كوتش أنا مدرب أنا مدرب قول كوتش ما بقوله كوتش مدرب قوله بالإنجليزي مهم كوتش أنا اللي هو مروشد وأخوه عرب كدش عاد عفاد بالله شو قال كدش قال كدش ما دي كدش كوش عليهم نعم أقول لك بمروشت اللي هو حمدان وأخوه راشد يعني نحن نشكر أول شيء معالي الشيخ سلطان بن حمدان على اختياره المدرب في مكانه الصح صحيح. يعني العرب الشباب مجتهدين ونتائج اللي هم حصلوها في بداية الموسم يبشر ان الجماعه مجتهدين مثل ما قال بو هزاع تراه الركض ما بالله هات ناقه وركضها. الركض تبى مدرب صح، تبى متابعه صح، تبى تغذيه صح، تبى وقفه وتعب. صدقني الشيء اللي ركضوه اليوم والنتائج اللي حصلوا عليها ما حصلوا عليها من فراغ، من تعب، ما ركضوا عنهن وربعان ارواحهم سبقا لا نعم. العرب اجتهدوا وحصلوا دعم من مؤسسة قوية مثل مؤسسة الرئاسة ومثل مؤسسة مكتوم بن حمدان، والعرب منجزين نعم. ويرحم من خلفهم الله يرحمه الله، والعرب مجتهدين والله يوفقهم ويوفق جميع الله المشاركين، الله يوفق الجميع وإن شاء الله جميع المؤسسات نعم الله نعم. يوفق الجميع يعني وإحنا مقبلين بكل تأكيد إن كان بالشعارات شعارات أكيد الكبيرة لو هي شعارات المؤسسات، أو إن كان أيضا مشاهدينا إذا تحدثنا عن شعارات أبناء القبائل مقبلين على موسم كبير راح يكون حاضر من خلال هذا الموسم نعم. لكن عن منافسات هجن أبناء القبائل التي أيضا دشنتها أشواط سنة الثنايا البالغ عددها 16 شوطا، نتابع معا أول مشاهد تحدي لهذا الأسبوع عبر التقرير التالي. مشاهد مثيرة وتحديات قوية شهدها ميدان المرموم في بداية هذا الأسبوع بين نخبة الهجن بشعارات أبناء القبائل في سن الثنايا الذي اشتمل على 16 شوطا لمسافة 6 كيلومترات أقيمت في الميدان الذكي بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن بمشاركة إماراتية وخليجية من عشاق سباقات الأصايل والمهتمين بهذا العالم الساحر. أول أشواط التحدي للثنايا الأبكار المحليات تصدرت فيه مرسى المشهد بعد أن سيطرت على مجريات الشوط حتى منتصف المسافة لتضاعف الهجن المشاركة سرعاتها بعد دخول النصف الثاني من السباق، ولتبدأ لعبة الكراسي الموسيقية التي ضمت العديد من الأسماء والشعارات أبرزها نعايم الشاعر التي فرضت حضورها في قمة المثلث الذهبي لتهدي مالكها راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي ناموس أول الأشواط بزمن قدره 9:24 وجزئين من الثانية. سلام وتحية سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي على فوز نعايم بالمركز الأول. هذا توفيق من الله، واللي عنده سبوق لازم إنه إن شاء الله يسوي إنجاز ويأتي العلوم كلها طيب. نعايم الشاعر اليوم ما شاء الله كانت في مركز السابع وعما قال سللت ووصلت للمقدمة بشكل جميل، خبرنا طال عمرك عن الشوط كيف كان؟ والله الشوط تعرف الشوط الأولي أكيد إنه حار وفي سبق،
ولكن السبوق اللي الله يوفقها ويسر امرها تسبق. شاعر انت ما صرح وايد لكن دائما ما شاء الله حاضر في الميدان بالنوعيات اللي تقدمها. والله يا طول العمر هذا الركض سابق ومسبوق، ما تقدر بنادم منك تقول شيء ولا تسوي، لكن يوم الله يعطيك السبوق وصاحيه تنجز. خبرنا عن نعايم، شو سلالته الشاعر ولا هو؟ والله نعايم انتاج من مبن صوان وبوها الوشم ناموسين. الحمد لله أكيد النومس لك مرة ثانية والسلامات تحايا وين راح؟ والله السلامات أول بادي للذقع وللقبيب وللزعبي. في الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات قادت العزرة الكوكبة لمسافات طويلة في تحدي البحث عن الناموس، لكن مهمة العزرة بدت صعبة بعد أن تألقت سفارة بشعار سهيل بن رملي بن محمد العامري لتقدم عرضا مميزا قادها لانتزاع المركز الأول عن جدارة واستحقاق، ولتهدي ملوك الإنتاج الصدارة بعد أن حققت الفوز بزمن بلغ 9:25 وجزءا من الثانية. والسفارة سفارة تنتزع أول أشواط المهجنات. سفارة سبوق لها عدت السبق، الحمد لله ناقة عدت ولا قصرت بيض الله وجهها. شو سلالته؟ هو متعب الصغير. اي نعم. لا لا شارينا. اي نعم. من الشرايا الجداد يعني. اي نعم. لا لا هذه لا لا من سنة سنتين هذه. اي نعم. ركضوها قبل في لها عدت سبق هنا في المرمو الأشواط الأولية السنة والعام كلها سابقة الحمد لله توقي ناقة زينة. بس ما شاء الله على الأداء الطيب هذا لابد أن تكون لها ظهور في المهرجانات. إن شاء الله بتي إن شاء الله على حسن الظن إن شاء الله بتي. نقطة ثمينة أكيد وتبدون الموسم في النقطة ما شاء الله، ودائما شعار بالرملي معودنا على الرموز ما شاء الله هو الشعار الطيب. نعم إن شاء الله وأبشر بالخير إن شاء الله خير ياي توا بعد الموسم. إن شاء الله نقول إن شاء الله. نعم عما قال كتيبة جديدة عند برملي. اي نعم دائما يحب يقدم جديد. نعم لازم شيء جديد نطور العزبة. شو مخططاتكم ان شاء الله للسفارة وين بنشوفها قريبا ان شاء الله؟ الله في كاس الثنايا. كاس الثنايا اقرب كاس الثنايا. نعم ان شاء الله الكبرى ان شاء الله. نعم. الله يوفقك يا سالم ومشكور على حضورك ويانا واكيد سلامات كالعادة وين راح المصانع. ثالث الاشواط للثنايا الجعدان المحليات جاء من نصيب حوران بشعار علي بن سعيد العويسي بعد أن تمسك بالصدارة ورفض التفريط فيها حتى الاقتراب من الأمتار الأخيرة، ليعزف حوران سيمفونية الانتصار بعد أن حسم الشوط بزمن بلغ 9:27 وستة أجزاء من الثانية. حوران علي بن سعيد بن سالم الزمر العويسي وبدون منافس يقدم هذا الأداء الجميل. أما في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات كان الفائز هو الفائز الأكبر في هذا اليوم بعد أن حصد ناموس الشوط وسجل أفضل توقيت في مجمل الأشواط بشعار سعود بن سلطان بن مبارك الهاجري، ليؤكد الفائز صاحب السلالة العريقة تفوقه على نعب على نخبة الجعدان الثنايا بعد أن سجل أفضل زمن الذي بلغ 9:21 وسبعة أجزاء من الثانية. أول أشواط الجعدان الثنايا المهجنات الأصايل يذهب ويعبر الحدود في هذه اللحظات إلى الأشقاء بدولة قطر بميدان التحدي بميدان الشحانية مع هذا العملاق مع الفائز. اللهم لك الحمد هذا توفيق من الله. اليوم ما شاء الله شفنا الفائز اللي يمكن حد يسمع اسمه يتوقع انه من سلالة الفائز، لكن انت مثل ما قلت لي مش من سلالة الفائز. لا مو من سلالة الفائز، هذا اسم الفائز له قصة. ابوه اخو الجزيرة من لم، من غلى الجزيرة سميته الفائز. نعم الجزيرة اكيد اسطورة والكل يعرفها، لكن اليوم التوقيت اللي قدمه الفائز ما شاء الله الحمد لله عمته قبله سابقته على التواقيت وان شاء الله يبي يتبع ثراه مضر راي على السلك ما شاء الله. نعم اللهم لك الحمد. واليوم ما شاء الله حضوركم في المرموم شو يعني لكم انتم ك يعني ممثلين خلنا نقول ميدان التحدي؟ اللهم لك الحمد حضورنا بين اخواننا هذا اكبر ناموس واكبر فرحه الجمعه والركض
واشتراك اجتماع الشعارات يشتركن سوا تخالط الحلال من قبل علينا موسم ورموز الواحد يعني يحدد مسار ذلوله ويشوف نقدر نقول العزبة بعد يقيمها يقيم يختار وين يحط المطية الفلانية مثلا. اي نعم اكيد اكيد الحلال مو بسوى لازم الواحد يطلع حلاله يشاركه برا يشوفه مع الشعارات يجرب في الميادين عشان يهيئ للرموز ان شاء الله. على طاري المنافسات القريبه ان شاء الله اللي بتبدا المهرجانات الكبيره عندنا الظفر الاسبوع الجاي ان شاء الله وعندنا خلاف سباقات اكيد مهمه لكن الفايز بنشوف ان شاء الله في الامارات ولا بيرد هناك. والله الفايز اول شيء ان كان طيب وبخير موجود عندنا باذن الله بتشوفه اول مهرجان بتشوفه فيه ان شاء الله مهرجان المؤسس باذن الله. قبله ما لا بنرتبه شوي ترتيبات و... أين الله يوفقك إن شاء الله وأكيد أنه مسلك مرة ثانية. اللهم لك الحمد واهدي الناموس الجميع الربع اللي نزلت عندهم هنا الله يجزاهم خير سعيد بن ماجد المسافري وخليفة الغويص واللي واجهتهم خليفة بن خليفة العطية اهديهم الناموس ناموس الفايز وأهل الشحانية جميع. منافسات قوية ومستويات ما شاء الله مميزة يعني قدمتها أدنى الجماعة ودشنتها النعايم للشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي أكيد تهانينا والناموس للشاعر ولجميع الفائزين في هذا اليوم انتصار مستحق يمكن مع الانطلاقة من أول الأشواط. نهني اللي فازوا كلهم الثنايا من الشوط الأول إلى الشوط الأخير. نعم نهني سعيد بن حمد بن مصلح على فوز النعايم ونعايمهم قريب عليها الفوز تنحدر من سلالة طيبة سلالة الوسمي بعدين طعمك الناقه السبوق بدات عندنا في المراكز بدات بسبق واشواط رئيسيه واليوم ان شاء الله السنه شاب سعيد يبشر بخبر طيب ان شاء الله وداها طيب وركضه طيب الله يوفقه وهادي ويوفق الجميع شفنا ما شاء الله ركض طيب ومنافسه لين خط النهايه لكن عايم استطاعت ان تاخذ الشوط الاول والشوط الاول تاخذ بجداره وسبق ولو غريب على اشعار سعيد بن حمد بن مصلح سعيد الاشعار صايل وجايل في ميادين السباق سواء في الدوله او خارج الدوله لما يحضر وهادي ثقاله بصمه نعم لكن طعم الحضور والغياب وانتاج سبق الانتاج غير لكن الحضور يا ابو تميم للمضمر وللمالك يحضر مع السبوق ويغيب في غيابها نعم اذا حضرت حضر واذا غابت غاب عنه غاب عن الشاشه نعم السبوق لها دور يوم تحصلها لها دور ودورها أقوى نعم صحيح نعم لكن يجيبها الحظ ويجيبها النصيب ويجيبها المشترى يوم تشتري والله يوفقك لأن وسبق الإنتاج يختلف عن سبق المشترى هو السبق كله طيب في كل حالة لكن سبق بطية الإنتاج غير يوم تربح لأنه ما في البوش طال عمرك سبقها ومرتحت منها ومن سبقها وسبقها ما حد لك شريك فيه سبقها لك روحها نعم فهذا طال عمرك شوف المنافسة اللي صارت بين البكار منافسة قوية ليل خط النهاية لكن نعايم استطاعت أن تأخذ المركز الأول بجدارة ما شاء الله تستاهل طيب نعم وراك طيب ولا ننسى البكار اللي في المركز الثاني والثالث بكرة المقعودي نعم قدمت ما في الكفاية منافسة يعني ما شاء الله منافسة جماعية كانت نعم موجودة نعم ليل الأمتار الأخيرة نعم مثل ما نشوف هاي الصورة بكرة المقعودي ناقص سبوق بعد ولها مستوى طيب ولها منافسة طيبة صحيح وسبقتها سبوق صحيح وانت يوم تسبق السبوق ما تزعل شوف اللي يدفع المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث صحيح. أنا أقول كلهم سبق شوف يعني يبقى بين الأجزاء من الثانية نعم كل أجزاء من الثانية نعم. فعلا تقوم مركضات على سبوق السيارة كلهم مباركهم على هذا الفوز يستاهلون أكيد يستاهلون الله يوفق الجميع إن شاء الله يعني منافسات قوية نشهدها خاصة في الآونة الأخيرة وفي هاي الفترة يمكن في ثاني الأشواط أيضا حضر هذا الانتصار من سفارة لسهيل بالرملي العامري انتصار مستحق أيضا ناموس له على هذا الانتصار في ثاني الأشواط مفزاع كيف شفت هذا الشوط؟ والله أول شيء نبارك حق أبو سالم سهيل بالرملي العامري سفيرنا الدائم في مشاركاته في المملكة العربية السعودية شعاره يعني راعي المتحد دائما مشارك أبو سالم اليوم نحن بالأمس شفناه مشاركة طيبة من سفارة سفارة العام الماضي يتنا وشاركت في المرموم وسجلت نقطة قوية اليوم بدأ مع هذا السباق في المهجنات وكانت على قد المسؤولية أنها تشارك في شوط يعني رئيسي الشوط الأول وحققت المركز الأول تنحدر من سلالة متعب الصغير
وهاي سلالة معروفة، سلالة رموز وسلالة سبق، ويعني والمطية ما شاء الله ما قصرت، عصاها بالبطان لين يمكن ال 500 متر الأخيرة، وهذا يعني يعود للمضمر ولا متابع مساير المطية، لأن البكرة شافها يعني خلاص ضمنت الشوط ومستانسة في المقدمة وعندها بعد مستوى أكبر عن هذا. نعم. فنحن نبارك لهم على هذا الفوز ونهني أهالي الوقان على ما يقدمونه في ميادين السباق. دائما السبوق مثل ما قال أبو سلطان يوم تيك ترفعك فوق تخليك، من تغيب عنك السبوق أنت غبت عن الشاشة. صحيح. نحن ما نتكلم عن القدر، نتكلم عن المطية. دائما الإنسان موجود عنده سبوق ترى بيتم على الشاشة دائما، ترى الناس تتكلم عنها وأن السبوق هذه واصلة، لكن عندي يوم تغيب السبوق يحاول الإنسان يحصلها، وهي دانة هاي مو بكل واحد يحصلها. الحين الغواويص يوم يسافرون يسرون البحر زين مو بكل اللي يحصلون دانة، كل حد طال عمرك يحصل له شيء، لكن اللي منهم يحصل له قماشة هذاك نادر. فاليوم السبوق هاي نوعية عصاب البطان، حتى يمكن حامد الخط وعصاب ما كلموه، فيعني أعتقد أنها يعني نوعية طيبة، وتبشر عند سهيل بالرملي أن مشاركاته سواء في الدولة وخارج الدولة طيبة. أبو سالم والله يبارك له في حلاله وفي النافع يستاهل الطيب. يستاهل يستاهل على هذا الانتصار. أيضا ثالث الأشواط حضر حوران وأهدى الانتصار أكيد والناموس لعلي سعيد العويسي، انتصار مستحق هني أبو مبارك في ثالث الأشواط من حوران. من حوران في البداية نحن نحب الناموس له العويسي على سبق علي بن سعيد على سبق حوران زمر. وتشوف اليوم أنا لاحظ الركض الثنايا ما شاء الله صلاة على الرسول تقوم ركاضه ختامي، يعني في بداية يعني أنت عندك ناقة تركضها في بداية الموسم وهذا أداها، يعني تبشرك انت في في في, في الايام القادمه انها تكون يعني ان شاء الله ما صادفت اي عرق لها، تكون انها لها مركاض طيب. نحن انه مسله ومبارك له ما شاء الله مركاضه قعود الابن سعيد العويسي ركض خذ هذا الشوط باكبر اريحيه، يعني انا اشوفه ما شاء الله طالع باعد يعني حتى اخر الامتار، وتشوف عصاه في البطاقه خلاف دقه يباه اللي ينهي ويسوي عرض للجمهور اللي مشجعينه في هذا الركض. الله يا ربي يبارك له، وان شاء الله انا بيكون القعود هذا انا بيكون له في الايام الجايه يكون له بصمه طيبه ان شاء الله. ما شاء الله شوف نعم. ما شاء الله حتى صحه قعوده طيبه ما شاء الله صلاه على الرسول. نعم مثل سلام نعم. بديه في يعني السلطنه فعلا انتصار كان مستحق هنا لحوران. اما إذا تكلمنا عن انتصار وتيم، ودائما هناك من يعشق الانتصار ولما يجي معاه تيم أكيد مثل اللي نشوفه مع الفايز اللي فاز في رابع الأشواط وهدى الانتصار لسعود سلطان بن مبارك الهاجري يعني وقت زمني جميل اللي هو 9:21.07. نهني سعود بن سلطان بسند على فوز الفايز، وداها الطيب ما شاء الله وركضها الطيب وتوقيته اللي فرق عن يعني القعود اللي يكسر تيم البكار. صحيح. هذا فريد من نوعه خاصة في سن الثنايا، لأن طعمك الثني من يكبر شوي يثقل، لكن السبوق ما عليها. نحن نهنيهم بارك له مرة ثانية على هذا الفوز والناموس، وتهاني أهل الشحانية وهل الدوحة على هذا الفوز والركض ما شاء الله الطيب، والقعود سبوق لهم سبوق ما تعنابه منك، شوف السبوق تيبك. صحيح. نعم تيبك، هو جايب يمكن شيء غيره لكن ما أدن مثل ما أدى الفايز. السبوق تظهر اسمك يوم تصير يوم الطوش يبين خبرك. نعم نعم يقول يا فلان مشارك يوم عندك سبوق مثل النوعية، هذا نوع الفايز ونوع طال عمرك السبق اللي معروفات، لكن طال عمرك الريال من بعيد هذا أنا شايف إنه الأسبوع اللي فات سابج في قطر ومسجل أفضل توقيت. نعم هذا بعيد ساب جن مركاض اللي طاف مركاض الثنايا مسجل أفضل توقيت هذا 7:57. نعم هذا واعتقد يتم تجهيز المهرجان المؤسس. اي نعم في الشحانية مسجل أفضل توقيت، وهذا اللي خلاه يجيبه قعود ركضه رهو فيه ما شاء الله. عندنا هني ثاني مرة مبارك على هذا الفوز والناموس. نعم ويستحجون طاع عمرك السبق، وهذا نرحبهم هاي الأخوان وهل وهاي بلادهم الثانية طعم، نرحبهم يوم يحضروننا نرتاح من سبقهم ونتنومس من ناموسهم. بلاد الخير. نعم يعني اخوان. نعم نحن خليجيين اخوان. نعم أكيد. نعم وعسى الله يخلي لنا معازيبنا كلهم بخير وسهاله ويحفظهم ان شاء الله بعطيه طولة العمر والصحه. الحين في فرح دائم
في شوار، في جوائز الحمد لله، في تسعيرات، في خير الحمد لله، في نعمة الله يدومها علينا. نعمة، نعمة تبقى حمد وشكر. تشوفون المشاركة اليوم أو المشاركات الآن اللي قاعدة تصير في المرموم، نعم، هل يحدد خلنا نقول يمكن عن نوعية المشاركات في المهرجانات أو وجهة المشاركات أو بالنسبة للحلال في المهرجانات القادمة؟ نعم، هذا طعمك الحين مهرجان متيك، الحين بيك مهرجان طعمك بعد يومين مهرجان الظفرة، وعقب بيك طعمك مهرجان في الشحانية، وعقب مهرجان بيك مهرجان الكبرى، وعقب مهرجان طعمك في الدوحة، ومحمد بن زايد الله يطول عمره ويخليه شغالين. الركض مستمر الحين، الحين بدينا خلاص في المهرجانات في جد، في جد خلاص، فقاعد تشوف الحين، الحين بشاير الهجن تبشر بخير. المقصد انه نعم المشاركات اللي قاعدين نشوفها نستشف حاليا ان المنافسه لن تكون يعني عادية او لا. بسيطه لا او سهله يا ابو تميم. نعم. المنافسات مو بهذه، المنافسات بعدها في هجن ما دخلت فيها، المنافسات غير هاي بتشوف منافسات هذا يعني. اذا احنا نشوف كذي وما دخلت لا لا لا, لا, لا ما دخلنا ارتشاب اللي نعرفن واللي اروع الرموز واروع السيارات واروع طعمك هاي الارتشاب سبق والهم مستوى قوي، لكن في هجن اسبق والهم جماهير والهم طال عمرك معروفات خطط لكن هاي طال عمرك تجهيز هذا راك الحين تجهيز وهذا اللي بوش وهذا اللي بوش مو للمنافسه قبل. انا اقول يعني ضد ابو سلطان في الكلام، يقول تجهيز اليوم انا اتكلم عن ناس من الموسم الماضي لما خلص الختامي هم يجهزون ما بندوا عنهم، في ناس ريحوا الحلال شوي اعطوهن فتره راحه وبدوا في العمل على الحين المهرجانات القادمه هذه مال الحلال اللي ما قيض، الحلال اللي مضروب بعصا جاهز فول هي معناته اللي الحين قاعد اللي الحين نشوفه نحن هذا الحلال كله مو بجاهز يعني مو مريح يعني معطاي من البدايه باور من بدايه الموسم ما موقفين عنه، في حلال تو بدا يجهز يجهزون حق مراحل اللي الكبيره مثلا يعني مثل بعالم الرياضه بشكل عام اللي دخل في الاحتكاكات هو اللي يجيد لك ويعطيك النتائج في لا مرحلة. بس انا اقول لك نادر مطيه تسبق الحين في الموسم هذا تسبق سبق قوي وتسبق في آخر الموسم نادر. فأول موسم لين شهر واحد في لحلال مميز صحيح. من شهر واحد لين شهر أربعة لحلال لا لا عبد السبوق تسبق صحيح. السبوق تسبق أنا أقولك نادر السبوق تسبق وهذا أبوش سبق اللي سبق هبرهم سبق سبق هذا طعمك أبوش بمسلح درجة هو لما أبوش سبق بس مرحلة الفرزة الحين لا أقولك أنا أقولك راعيها مجهزن وعدهن لكن ما جهزن الجهوز اللي هم مرة النهاية بوش عندنا ركض غير ركض هذا طيب. وعند منافسة أقوى بثير غير احنا في الأخير نعم. في الأخير كلنا نتريى نعم. هذه المهرجانات طبعاً. بفارغ الصبر مع هذه التحديات والمنافسات اللي قد تكون من خلالها، وهذا اللي قاعدين نشوفه أيضا معكم مشاهدينا يعني من خلال هذه الانتصارات. الآن خلونا نقلع معكم إلى الرقصة الكبرى أيضا لهجن أبناء القبائل مع تحدي الحول والزمول الذي واصلت فيه مختلف الشعارات لأبناء الإمارات والخليج الظهور الاستثنائي على تحفة الميادين. نتابع معا أبرز التحديات عبر هذا التقرير. تواصلت على ميدان المرموم تحديات الكبار ضمن الجولة الثالثة من سباقات المرموم عبر منافسات مثيرة كتبت تفاصيلها نخبة الحول والزمول بشعارات أبناء القبائل، حيث استقبلت تحفة الميادين على مدار 16 شوطا مواجهات كبار الأصائل لهجن الجماعة لمسافة 6 كيلومترات. في أول تحديات الحول المحليات لم تخيب العزوم ظن راعيها ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي بعد أن ضربت بقوة في مستهل أشواط الكبار وفرضت سيطرتها على الصدارة عن جدارة رغم المحاولات الجاهدة من الأسماء الأخرى لسحب البساط من تحت أقدامها، لكن العزوم بكل عزم وقوة تمسكت بالقمة ورفضت التفريط فيها بعد أداء لافت قدمته مبكرا في السباق قادها لحصد الناموس الغالي على أرضية المرموم بزمن بلغ 9 دقائق و31 ثانية و9 أجزاء من الثانية. في الشوط الثاني للحول المهجنات تألقت الظبي في تحدي 6 كيلومترات للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، حيث غردت الظبي بالصدارة منفردة في الكيلومتر الأخير ولترقص بعيدا عن أنظار منافساتها،
لتؤكد بأنها علامة فارقة وأنها نجمة الشوط الثاني للكبار بعد الأداء الاستثنائي الذي سجلت من خلاله أفضل توقيت بواقي 9:19.09 تهانينا ناصر بن مصبح بن علي بن حسن شمسي على فوز العزوم بالمركز الأول، عزمت وأنهت هذه العزيمة بفوز مميز. نعم والله الضبي سبوق ومون الهماضي، الهماضي تيمات والهماضي قال عام جاته شوية ضلع وعقل شوي، والحمد لله السنة متوفجة من أول شيء ما شاء الله من البداية للنهاية وبدون أي أوامر. بدون أي أوامر نعم الحمد لله. شو هالركب طيب والله بني الضبي، هاي دها هاي دها ويا البداية السنة هذه، أنا أكيد أن تبشر بخير أن إن شاء الله رادع مستواها بإذن الله. بإذن الله من أول ما دخلناها حين ثلاث اشتراكات كل سبب كل سبب نعم. سابقة في الديوان أظني قبل أسبوع شهر اشتراكين إلكت سابقة ولي مثال نعم. يعني نقدر نقول في السن هذا لم تذوق طعم الهزيمة إن شاء الله بإذن الله ومقبول إن شاء الله أفضل ان شاء الله باذن الله. اكيد انكم عدينا من عيون الحلال اللي عندكم، ولا بد ان حاطين لها هدف كبير ان شاء الله. الضبي ما يستهان بها، وحنا ان شاء الله ان ما تكون عنا الضبي، وان شاء الله ان نتري من الله خير باذن الله. دام ان عندك سبوق بيك الخير، بي الخير ان شاء الله وفارك الخير ان شاء الله. اتوقع ان تشاركون السنه والله نتري ان شاء الله من الله خير، وان شاء الله رموز مقبله والخير مقبله، وهي راح تفرض نفسها سمو. ما حطيته مسار معين؟ لا لا بعد ما حطينا، وان شاء الله نبعد والنوايا موجوده نعم ان شاء الله. ودائما النوم مثلك والنوم مثل الشاعر كذلك، والسلامات والراحه والله والله الوفاق. في الشوط الثاني للحول المهجنات تألقت الضبي في تحدي 6 كيلومترات للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، حيث غردت الضبي بالصدارة منفردة في الكيلومتر الأخير ولترقص بعيدا عن أنظار منافساتها لتؤكد بأنها علامة فارقة وأنها نجمة الشوط الثاني للكبار بعد الأداء الاستثنائي الذي سجلت من خلاله أفضل توقيت بواقي 9:19.09 بدون أي تعليمات على الخالي على الصوت تذهب الضبي لتهدي السلام للشاعر سعيد بن حمد بن مصلح وأنجاله هذا الفوز المستحق والأداء الجميل اللي قدمته بدون أي مجهود. تمام، هذه أمامكم الضبي تهدي الفوز والانتصار وتخطف المركز الأول. ارتفع هدير الزمول في القمة الأولى بين بنوك إنتاج المستقبل، الأنظار اتجهت إلى ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات والذي حلق فيه مهيض بشعار عبيد بن مبارك الحارثي بالصدارة بعد أن تزعم السباق بعرض من الطراز الرفيع وبلا أوامر في جولة التحدي الأخيرة ليحقق نقطة ثمينة على رمال المرموم الساحرة ويهدي السلامات إلى الوثبة بعد أن سجل زمنا بلغ 9:35 جزءا واحدا من الثانية. بدون أوامر عصا راقدة وآمنة اندفاع تلقائي يقدمه في اللحظات الأخيرة. تهانينا تهانينا لعبيد بن مبارك بالحول الحارثي، وصلوا سلام يا بالحول بهذا الأداء المتميز اللي قدمه مهيض. سلام للوثبة، سلام اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز. النداء في الشوط الرابع على الزمول المهجنات، شوط شهد تناوب عدة أسماء على الصدارة أبرزها الفارس الذي كشف عن لثامه في آخر محطات التحدي بعد حسمه للصراع المحموم على اللقب بشعار سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد ليؤكد أحقيته بالمركز الأول بعد أن واصل الزحف إلى الصدارة وليخطف الناموس في أمتار التحدي محققا المركز الأول بتوقيت بلغ 9:36.06. تهانينا تهانينا هنا لعبد الله بن سعيد بن محمد بن مروشد على هذا الفوز المميز الجميل ولحظتي انطلاقة وتحديات الفارس بهذا الأداء المميز الجميل ووصوله إلى خط النهاية في رابع أشواطنا من الجولة الرئيسية الأولى. فارس سلالة الطليلي أما بتسراب الشيبة وإنجازات السبق العام 3 اشتراكات وظالة الموتر وسنة جديدة عشان الموتر. الفارس من الشرايا اللي توفقتوا فيها ما شاء الله. عام الشرية العام وبعير سبو أول محك للسنة، دائما بن مروشد ما شاء الله يحب يقتني نوعيات
طيبة. نعم أبو محمد اشتري وتوفق. نعم الفارس طال عمرك عنده عدة سباقات قبل. نعم ومشارك سباقات وطالت اليوم موطة. أكيد أنه مع بداية السنة هذه بداية السنة أول اشتراك له الشوط الأول هذا يعني مشر طيب حق. نعم نعم بعير سبوق وإن شاء الله نتمنى له التوفيق. أتوقع السنة هذه إن شاء الله نشوف الفارس في قمة أداء إن شاء الله. نعم بإذن الله برئيسيات سبوق. نعم يلا الله ويك يا راشد. سعيد محمد وعبد الله استاهل. ما شاء الله بهالصورة اختتمت هجرة أبناء القبائل يعني مشاركتها لهذا الأسبوع. العزوم بكل عزم وإصرار تكسب التحدي في الشوط الأول لناصر مصبح علي حسن الشامسي. تهانينا والناموس للشامسي ولجميع الشعارات الفائزة في هذا اليوم. عاد ابدا ويا الشامسي ولا ابدا ويا منو؟ لا ويا الشامسي. ويا الشامسي. مدام شامسي. مرحبا. شد عم بن عم. اول شيء النومس حق ابو مصبح هذا الفوز والانتصار وسلم على هذا طبعا جميره يستاهلون السلام. البكره الناقه هاي سبوق يعني من يوم هي دعا عندنا ما شاء الله وانسامت بقيام حتى وصلت مليون مليون و100 والريال رفض يبيعها. العام الماضي جاي يعني ثالث على الرمز وماخذ السياره. وهذا الموسم ان شاء الله نباديها بدايه صحيحه. والله يوفق ابو مصبح. بكره ناقه هاي قامت راس سلاله شاهينيه بعد اي سلاله شاهينيه قامت راس وانهت الشوط راس. فاكيد ان نوعيه زينه اليوم نحن شفناها في السباق دائما يوم تظهر نحن يعني نرتاح كمذيعين او متابعين للركض نعرف ان هاي النوعيه موجوده من العام الماضي وان يعني ركضها مثل ما نحيده وزياده. نعم. الفلاسي ولد مهيض. اي ولد مهيض. نعم وما ظني بنت العزوم يعني سلالة طيبة. سلالة طيبة والناقة مركاضها طيب والريال ما ضغطها وايد. الناقة العام كاسرتين ولها ركض مستواه جيد وهذا الموسم إن شاء الله تقول أنها بتكون أحسن وأحسن. نحن شاهدنا يعني شوف شوط المحليات اليوم يعني تقول أن الحلال الطيب اللي شارك فيه ومشاركة زينة فأعتقد أنه من النوع الممتاز. نهني أبو مصبح على هذا الفوز والانتصار ونسلم على هالجميره. ناقه ركضت مركاض حشيم ومركاض طيب الله يبارك له ان شاء الله فيها وان شاء الله انه السنه نقول يدخل فيها اشواط الرموز ويشارك مشاركه جيده. نعم ما شاء الله يعني نشوف حتى الفارق بينها وبين اصحاب المركز الثاني ولكن الف الف مبروك والناموس. اذا تحدثنا الان عن الانتصار وايضا افضل توقيت حضر مع الضبي لسعيد حمد بن جمهور الأحبابي انتصار مستحق هنا يمكن بزمن يا بمبارك يعني قياسي 9 دقائق و19 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية يعني حتى الرقم الزمني مميز 9 9 9 ثلاث تسعة ما شاء الله. أول شيء الصلاة على الرسول. النومس له على أداء الضبي والضبي يا أبو تميم أنا أرشحها من اليوم ترشيح كبير انها تروح في شوط حساس. يعني قصدك رشحت يعني نعم نعم عقب نعم مره الحين برشحها مش في المستقبل ان الله بارك له فيها. انا ليش رشحت الناقه هاي؟ الناقه هاي شوفوا ادائها شوف صحتها وشوف يمها وخلت تيم يعني كسرت تيم وعصاها في بطان باقل جهد من الناقه. يعني ناقه تباشرك من اول موسم بهذا الاداء انت يا جمهور يا مرشحين انك انت في الايام الجايه راحت في شوط رمز انا بحط اسمها حتى لو بتسال بو 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 بطي في كلامي ما ظن انه بيشجع على كلامها. الناقه نهني سعيد بن حمد بن مصلح على فوز الضبي وفوزه قريب على هاي تنحد من سلاله الشريعه ولد الشريعه بعيد عيسى بن سعيد راهي خذ دوله خذ دوله تنحد من سلاله سب كلها وبعيد هذا منتج انتاج طيب. نعم. ونقول يا عيسى حافظ على عراهي ما شاء الله وابو سعيد ما يقصر بعد راهي في كل دار بتقام على الغارب. نعم. ما شاء الله نعم. الله يجزيك خير
وهذا طعم لك الناقة من عرفناها ركضها طيب ودها طيب ونتائجها طيب. هني سعيد مرة ثانية ومبارك له على هذا الوزن الناموس. مثل ما ذكرت لك أنا أول قلت لك ركاب سعيد ما شاء الله بوش سبق الحيد من سبق غير السبق هذا وبشر بشارة خير. نعم الله يبارك له فيه إن شاء الله ويوفقه. نعم بظن هي ظاهرة عند بن شلثم بذكرها هذه. نعم الناقة طعمكم ظاهرة من ساس طيب بوش طيبات من صوب الأم من صوب البو لبو معروف هذا طعم عمرك بعيد عيسى بن سعيد ولد راهي ولد السريعة انتاجه ما شاء الله طيب سواء عند من سن الصغار إلى سن الكبار بناء على عرس صندوله يعني من أقول بوش الطيبات الموجودة خطة دوله لهجن الرئاسة طعم عمرك هذا طعم عمرك ما أخذها عند السيف هني ثلاث دول يوم الرئيسي. نعم فهذا طعم عمرك تحدد من هالسلالة سلالة البعير هذا بعير هذا أمه طيبة ما شاء الله اللي هي السريعة أنتجت نتاج طيبة ما شاء الله عيالها كلهم ذروا لكن هاي البكرة اللي هي بكرة ناقد المصلح من شفناها ما شاء الله شفناها أداها كلها طيب وفيها هذا طبعا تروح وتنفرد دائما وتسجل توقيتات والشاعر يبني وادر صحيح. يغيب عنه ويبقى يوم حظ التحفة ميادين السباق اللي في حلها وما ماضي سبوق هذه الناقة من نوعية هذه ما شاء الله حظ التحفة ميادين السباق اللي في حلها وما ماضي سبوق في أحد قال عينها مثل مشبوش النشوق شوف هاي النوعية هذه يوم تحصلها والشاعر دائما يجينا بضرر سواء في الشعر أو في السباق. نعم المبارك ثاني مرة ونهنيه وسلاماتنا لهل الفقع ولهل زعبيل. نعم هالشعار معودنا سواء من الدولة وخارج الدولة هي بالسلامات. يعني إشادة كبيرة أكيد للضبي كل التوفيق أكيد في المنافسات القادمة. أما مهيض اللي أيضا أهدى الانتصار لعبيد مبارك الحارثي. نعم. يا أبو فزاع انتصار هنا مستحق لمهيض. أول شيء نبارك حقها للوثبة هذا الناموس والانتصار وهذا البعير طبعا ظاهر من حلال الشيخ محمد بن بطي وينحدر من سلالة مزعل أو النصر من سلالة النصر والبعير هذا سبوق أمس سابق في الوثبة وكاسر تيم يعني كان تيم طيب. اليوم شاركنا في المرمون بالأمس وحقق يعني قام راس وانتهى راس عصافة البطان. تشوف تفاعل المضمر ومالك المطية عند البعير عند خط النهاية كان تفاعل كبير ويعني مشوشين على ناموسه وسبقه. هاي النوعية ما تتعبك محمد في الركض يعني كل مالك جن دائما يتمنى نفس هاي النوعية. هاي النوعية يعني نفس نوعية طيبة عندك نفس الزواري عندك القسام عندك أيام هصامصام عندك أيام يعني الزمول اللي تقوم راس وتاخذ مجال كبير في السباق يعني تريح المالك وتريح المتابعين ومشجعين هذا الشعار يعني ما تبقى خدمة عليك. نعم من يقوم راس انتهي راس. المطية هذه نوعية فريدة وحط فارق بينه وبين الزمول الباجيات يعني في حلال يمكن يقوم قدام الحلال لكن الحلال تم حوله وقريبنا صحيح. بعير هذا يعني خلى الحلال بعيد عنه خذ له يمكن فارق ما يقارب 150 متر أو 200 فهذا لي على نوعية البعير هذا نوعية طيبة وممتازة وحتى العصا محنطة وتيمة يعني قارب على تيم البوش شوي خاصة الباجيات من بغض النظر عن تيم الضبي لكن قارب على الحلال الباجي وهذا دليل على أن البعير هذا بيكون له يعني تراك ذكرت من تاج بلد تاج بلد لكن إن شاء الله بيكون له مستقبل. لسان أي واحد يبقى له مطية سبوق من هذا الناس اللي يشترون هذا البعير أنا أشوف أنها له مستقبل له مستقبل إن شاء الله. طيب أيضا الفارس مشاهدينا يمكن أهدى هذا الانتصار أيضا في رابع الأشواط لسعيد محمد بن مروشد انتصار مستحق أيضا في رابع الأشواط مع الفارس يا أبو سلطان. نهني نحن سعيد بن محمد وإخوانه راشد وحمدان على هذا الفوز والناموس وهذا الفوز هو غريب على هذا الشعار شعار بن مروشد شعار معروف دائما في ميادين السباق يجيك طعمك سواء كان بهجر الشيوخ اللي يضملونهن أو هجرهم اللي خصصتهن بأمره. نعم. عيال محمد الله يرحمه ويجعله الجنة محمد بن سعيد محمد طال عمرك من الناس اللي عاصروا هاي الرياضة ومنافسة طيبة كان يضمر هجن الشيخ حمدان بن راشد الله يرحمه ويجعله يرحمهم ويجعلهم الجنة وكان بو سعيد الله يرحمه له مجال كبير في عالم السباق. نعم لكن طال عمرك العيال الله يعطيهم البركة إن شاء الله قاموا بالواجب وقاموا بالتعليمات اللي بيستلمينها من محمد الله يرحمه. نعم
وبدوا فيها الركض وحمل الاسم نعم الله يحفظهم. وهذا ما شاء الله نشوفهم دائما سواء هجن الشيوخ اللي عندهم او هجن اللي تخصهم دائما تلقاهم منافسه قويه وركض قوي سواء في اشواط الرموز او في اشواط السيارات. سلاماتنا لنادي الشباء نبارك لهم على هذا الفوز والناموس، وهذا هو غريب على هذا الشعار نعم، وهذا الشعار معودنه بالسلامات ما شاء الله. سواء الحضارة في اشواط رموز او في اشواط سيارات او في اشواط نقديه نعم نعم شوط، ونهني الجماعه اللي فازوا من الشوط الاول الى الشوط العاشر، لان هذا ما شاء الله الركض مثل ما تقول بشره وبدايه نعم، ونبشر اخواننا كلهم ان شاء الله الحلال اللي شفناه اداء طيب نعم. وركض طيب ونتائج طيبه، لكن الحمد لله الجهوز مثل ما قلت لك الجهوز ما جزينا الحساب بعد الجهوز اللي هو مكتمل اي نعم، لكن هاي بدايه صحيح. ولا طعمك الحلال بداية مبشرة الحلال كل شارك، لا حلال طعمك بن مروشد، لا حلال طعمك محمد بن سلطان بن مرخان، لا حلال بن غدير، لا حلال بن مايد، لا اللي شاركن عندنا هني وشفناهن شاركن اشتراك طيب ودن اداء طيب وركض طيب ويبشرن بنتائج طيبه ان شاء الله. جميل 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 كل ذلك جميل اكيد مشاهدينا الى الان. اما الان معكم نغلق بكل تاكيد ملف سباقات المرموم، ويمكن سنتحدث أو ننوه فقط عن مهرجان مهم ومثير ينتظرنا بعد أيام قليلة، ألا وهو مهرجان الظفرة الذي يقام برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة. هذا الحدث المخصص لهجن أبناء القبائل ستكون يمكن ذروة التنافس فيه على 12 رمز. كل الأمنيات بكل تأكيد بالتوفيق لجميع المشاركين في هذا المهرجان. يمكن راح نستعرض أيضا معكم جدول مهرجان الظفرة وأيضا تسعيرة هجن الرئاسة مثل ما نشوف معكم هذه تسعيرة منصفة نعم. مميزة تسعيرة طيبة طال عمرك. نشكر هجن الرئاسة على هذه التسعيرة، ونشكر اتحاد سباقات الهجن على هذا مستمرة لأبناء القبائل برعاية الشيخ سلطان بن حمدان، ونشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يطول عمره ويحفظه لرعايته لهذا المهرجان نعم. وهذا هو غريب عليه أبو زايد صحيح، معودنا الأول على الركض وعلى المنافسة وعلى طعام يوم يحضر في الأشواط بعد يأخذ جسمه نعم نعم صحيح. وأبو زايد طعم عيال زايد الله يرحمه كلهم طيبين وكلهم كرام وكلهم فيهم الخير نعم. شو وهذه الرياضة مبداية لهم بعدنها الله يرحمه الشيخ زايد وياجلها الجنة، وعياله قاموا بالواجب مثله نعم صحيح. نعم وقاموا بتشجيع هذه الرياضة ودعمها ومتابعتها رغم المشاقة اللي عندهم. الشيخ محمد صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه ويرعاه رغم المشاقة اللي عنده ورغم طعم كل الأهمية اللي ناقلنها، ولكن طال عمرك يفضي من وقته لهذه الرياضة ويتابعها ويشجع عليها ويدعمها صحيح. هذا كله دعمه الله يحفظه ويرعاه يا رب العالمين آمين. شوف التسعيرات والخير نحن في نعمة في نعمة الله يدومها علينا إن شاء الله آمين. ويحفظهم لنا ويخليهم ويعطيهم الصحة والعافية مسكين. عيال الشيخ زايد الله يرحمه وعيال الشيخ راشد نحن في خير وفي نعمة نعم سواء في الدولة وخارج الدولة نعم. الدول مجلس التعاون في نعمة الله يحفظها والله يدومها عليهم يا رب آمين. العالمين نعمة مهرجانات ومراكيض وتسعيرات وجوائز الحمد لله في كل مكان الله يطول عمرك بفزع. بس أهمية هذا المهرجان في هذا التوقيت تحديدا شوف الأهمية الأولى أول شيء الله يطول عمر الشيوخ دعمهم الكبير وخاصة سمو الشيخ حمدان بن زايد وسلطان. هذا مهرجان متكامل في الظفرة طبعا من أقيم من قبل سنتين، لكن دشنوا فيه سباقات الهجن اللي يعني تحمل كذلك مسمى ومتابعة للتراث. منها طال عمرك عندهم مسابقة للطيور، عندهم مسابقة لمزينة التمور، يعني تقدر تقول مهرجان كامل وشامل مهرجان نعم متكامل نعم. فهذا المهرجان الكامل اليوم لابد أن يدعم التراث في كل نواحي أهل البحر وأهل البر وكل أصحاب حرفة أصحاب الشيوخ الله يطول عمرهم يدعمونها. بالإضافة لأن هجن الرئاسة حطت هذه التسعيرة يعني المنصفة سوري إذا قطعت كلامكم مثل ما يقولون أولمبياد أولمبياد هجن الرئاسة يعني لابد أن لها يعني أصابع زين وجهود جبارة في هذا المهرجان وحتى في التسعيرة. التسعيرة يمكن يتنا هذا الموسم قدام من قبل وكانت منصفة لأهل الحلال يعني اليوم صاحب المركز الأول والثاني والثالث نفس السعر ياخذ في سواء في الحجايج أو في اللقاية أو في الإذاعة تختلف صحيح الأسعار لكن الأول والثاني والثالث نفس السعر لأن اليوم الحلال
انا مشارك جيت خامس ولا سادس انا ما باخذ الخامس باخذ الاول صحيح. لكني دامني انا حصلت على اول وثاني وثالث فهي تسعيره مطمنه والجمهور لابد انه يحضر ما في خسران حضور الجمهور حضور السبوق هي تسعيره اليوم هي تجذب لك السبوق نعم صحيح فنتمنى التوفيق للناس كلهم كلام ابو شهاب التسعيره يوم توقع في مستوى طيب كلها متشابهه راعي السبوق يحضر ما عنده تخوف نعم انما سبق بي ثاني ولا ثالث صحيح. نعم فتسعيرته طيبه فهذا التسعير الثاني ولا الثالث متنومس لا وفوق التسعير شوف انت يوم تفتح التسعيره بهاي ينك السبك يحضر السبك كلهن ما يتخوفون هل السبك يحضرون بيشاركون لما سبق بي ثاني يعني بي ثالث الله يوفقه وتسعيرته طيبه نفس هذا اللي يخليك يخلي السبوق تحضر دائما يوم بتخلي المهرجان بتخلي الجائزه خلي التسعيره متشابهه السبوق تحضر وانت تاخذ سبك صح ان السبوق حضر السبك حضر كله صح نعم لا ماشي عنده طعم المجال عنده مفتوح نعم. التسعيره موجوده بمبارك كيف تشوف المنافسه على النمو على الرموز بتكون انا في البدايه احب اشكر الشيخ منصور بن زايد والشيخ خطام بن حمدان اللي يديرون هجر الرئاسه صدقني التسعيره هاي مثل ما عرجوا اخواني المحلين يعني احنا انا عندي مطي سبوق ما بتخوف مثل ما قال ابو بطي اما يتلوى بتي خامس نفس التسعيره فالتسعيره اللي حطوها والفكره هاي الجديده في البرنامج هذا صدقني انها مغري مغري لدرجه ما اتوقعها حتى من داخل الدوله ومن خارج الدوله من خارج الدوله يعني انا عارف ناس عرب بارك الله ورشابهم عندهم مطيه اختلت يا ابو شهاب يا الثاني ولا يا الثامن يعني عنده نيه يعني في تخوف من التسعيره نعم. بس الحين مثل الوقت هذا لا أنا ما بتخوف مطيتي ما سبقت ولا جت خامس نفس التسعيرة فهاي التسعيرة اللي حطوها مغرية لأهل السبق الندر يعني أنت ناقة عندك سبوق نادرة بتروح فيها في هاي التسعيرة المعركة الطيبة بس الله يجيبها يا رب العالمين لا لا إن شاء الله أكيد كل التوفيق للجميع المشاركين يمكن من خلال هذه الثلاثة أيام ونحن معاكم أكيد بنكون معكم من خلال هذا المهرجان لنرصد أهم مجريات هذا المهرجان كالعادة وصلنا وياكم لختام هذا الأسبوع من برنامج الأصايل كل الشكر أكيد لك أبو سلطان على تواجدك العفو مشكور أبو فزاع ما قصرت أبو مبارك يعطيك ألف عافية ولكم أيضا مشاهدينا كل الشكر لكم على متابعتكم وانتظرونا بكل تأكيد في الأسبوع القادم برنامج الأصايل وهنا على طاولة الحوار نقاشات وسباقات مختلفة إلى اللقاء